السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة وصفات جميلة أم إلهام. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم واحد العصير ديال البيطرف على الطريقة ديالي كيف كنديرو أنا. كيجي زوين صحي ومنعش وبغيت نشاركو معكم اليوم. نبدأ على بركة الله. عندي هنا واحد الحبة ديال الباربا أو الشمندر، حبة كبيرة مسلوقة، خليتها تبردات مزيان وقطعتها مربعات. عندي هنايا واحد التفاحه كبيره قشرتها قطعتها حتى هي مربعات. عندي هنا واحد الموزه بنانا حتى هي كبيره وقطعتها مربعات. وعندي هنا اترو ديال عصير ديال البرتقال. وعندي هنا ملعقه كبيره ديال السكر سنيده. ممكن السكر سنيده تستغناو عليه على حسب ان الباربا راه حلوه والتفاح والبنان والليمون كذلك راه فيهم واحد النسبه ديال السكر طبيعيين. من الافضل اللي بغي يستغنى على السكر من الافضل. انا درت غير ملعقه كبيره، اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص نتوما حرين. يلا البنات نبداو على بركه الله. غادي ندير البنان والتفاح ديالي الخلاط الكهربائي. غادي نزيد عليه حبه ديال الباربا او البيطراب كل واحد شنو كيقول لي. وغادي نخوي عليه الليمون عصير البرتقال كمية اللي غادي نحتاج ديالها. وغادي ندير ملعقه نص ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، ما غاديش ندير ملعقه كبيره كامله على حسب راها كما قلت لكم راه الفواكه ديالنا كلهم حلوين والباربا حتى هي راه حلوه. غادي نمشيو دابا البنات نطحنوا وحطوه معايا. بالنسبه للبنات العصير ديالنا ملي طحنته ها هو درته في القرعه كيجي على هذا الشكل هذا. بسم الله كيجي خاطر وزوين. بالنسبه للي بغى يكون شويه مطلق ما يكونش ثقيل نزيدو غير عصير ديال البرتقال. وهانتوما كيف كتشوفوا معايا كيجي واحد المزيج زوين بزاف بين البنان والتفاح. جربوه كيجي غزال. انا صراحه كيعجبني بزاف كنخلط بين التفاح والبنان كيجي صحي عسل منعش وصحي وزوين للوليدات. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه باذن الله غادي يعجبكم بزاف. وحنا دابا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. وباش ما تمنيتو شكرا لكم لتشجيعاتكم، شكرا للناس بزاف بزاف اللي متابعيني. بكم كنمشيو ليلى الامام وان شاء الله غادي نقول لكم مع السلامه الى الفيديو القادم باذن الله ومع تحياتي.